آخر ما لدينا في هذه الجولة، الجولة المدهشة المبهرة اللي بتطرح تساؤلات كتير وفيها فن كتير. السرير اللي أنا عمال أدور عليه، قريت عنه وعايز أشوفه، أخليه سرير الست أمينة، بس مش أمينة رزق ولا أمينة بتاعت السيد، دي الست أمينة هانم أم المحسنين، أمينة هانم بنت إلهامي باشا، أم عمك محمد علي الصغير. ده سرير 850 كيلو فضة. أمينة هانم إلهامي أم محمد علي توفيق. ويبدو ان هو خد السرير، هي ما كانتش مقيمة هنا، هي كان ليها قصر مشهور يعني في جاردن سيتي، واظن ليها عدة اماكن، بس هي قصرها الاساسي في جاردن سيتي كانت تسمى ام المحسنين، من كتر افعال الخير العظيمة اللي كانت بتعملها للمجتمع المصري والعربي. السرير 850 كيلو من الفضة الخالصة، كل السرير فضة خالصة، مش هنقدر نوصل له لكن هنقدر نشوفه من بعيد. الطريف والعجيب والحنين في الموضوع ان محمد علي توفيق اللي كان تعلق كثيرا بعرش مصر لكنه لم يجلس عليه ابدا، احنا في صالون دلوقتي قاعة المفروض بيتقعد فيها، بتعمل فيها اجتماعات وقعدات، ممكن يبقى غنى، ممكن يبقى زي ما انت عايز. فجاب سرير امه، امه ما جاتش هنا ولا نامت هنا ولا حاجه، وحطه هنا عشان يأتنس بيه ويفرج ضيوفه على السرير اللي كانت بتنام عليه امه. يعني هو سرير، هي ما فيش نوم هنا، ما فيش حد بينام هنا، مش زينا كده رايح الكنبه شويه وبتاع، ما فيش كلام من ده، ما عندهمش كلام من ده. هنا يخشوا شايفين الكنبه، مش طخ شغل، مش معقول. السرير ده بقى جابه حطه في المكان، وجنبيه دولاب برضو من النحاس الخالص، يبدو انه كان دولابها. السرير ده ما فيهوش ولا مسمار حديد ولا حاجه ابدا، كله فضه، يعني توزن على ميزان الفضه كده. لكن ثمنه مش 850 فضه ولا يعني، دي مش دي ملهاش قيمه بالنسبه للشغل اللي انتوا شايفينه. للاسف انا مش قادرين اقرب لانه ممنوع، زي ما انتوا شايفين السجاده دي، حجم السجاجيد دي، طبعا هي سجاجيد ايرانيه ما فيش كلام، زي ما انتوا حجم السجاده، وزي ما انتوا شايفين عامل دي زي ما تكون مدفاه مثلا، دفايه عاملها برضو بالنحاس والخشب، ويبدو ان دي اوضه كانت في الغالب شتويه لانه ما فيهاش الاشاني والحاجات دي كلها. انا فاكر عمنا فؤاد المهندس الله يرحمه طلب مني ان ازوره مخصوص عشان يفرجني على سرير خديوي اسماعيل، اشترف مزاد، انما هو كان سرير خشب بس مجرد انه كان بينام عليه خديوي اسماعيل. لكن ده زي ما انتم شايفين كانت جوله يعني فيها فنون كتيره، وفيها شوفوا حتى الباب بتاع الاوضه وفيها حاجات كتير حلوه، وكل حاجة محفوظة اهي زي ما انتم شايفين. لف بكاميرا كده اذا كانت تجيب الحاجات ديت، كلها متشالة. يعني صحيح كان ممكن يكون في حاجات أكتر من كده، لكن الحاجات موجودة. تالي بقى ألطف حاجة نختم بيها واحنا بنغادر هذا القصر المنيف المتعدد السرايات، إن هو في الأوضة اللي بيقعد فيها واللي حاطط فيها سرير والدته كانت إسقار، السيدة أم المحسنين أمينة هانم، على باب الأوضة حاطط في القاع أبيات من شعر صوفي لابن النحوي، قصيدة المنفرجة، في قصيدة تانية منفرجة برضو لأبو حامد الغزالي، إنما إحنا في ابن النحوي. ليه بقى يا عيني كان حاطط القصيدة دي؟ لأن هو كان مشتاق للحكم بس ما جالوش، فعايزة تفرج، يقول له يا رب خليها تفرج بقى. اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، وظلام الليل له سرج،
حتى يغشاه أبو السرجي. وإذا اشتاقت نفس وجدت ألما بالشوق المعتلجي.